على امتداد هذه الصحراء تعود المواجهات مجددا في محافظة حجة وتحديدا في جبهة حرض، حيث شن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عملية عسكرية استهدفت مواقع الميليشيا في المنطقة. معارك الساعات الأخيرة تمكن خلالها الجيش الوطني والمقاومة من السيطرة على مواقع الميليشيا في منطقة المداحشة القريبة من مدينة حرض الحدودية. مصادر في الجيش الوطني أكدت أن العملية أسفرت عن مقتل 7 من الميليشيا وأسر 4 آخرين. وتؤكد المصادر ذاتها أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات على أهداف للميليشيا في كل من وادي بن عبد الله غرب جمرك حرض ومفرق المجبر وتعزيزات للحوثيين غرب المدينة. وعلى ما يبدو فإن العمليات العسكرية الأخيرة في جبهتي حرض وميدي تهدف إلى الالتحام بقوات الجيش والمقاومة التي تواصل تقدمها في المخا ولتطويق الميليشيا في الساحل الغربي آخر المنافذ الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.